شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك مفهوم يطرح في الحكمة الإلهية، وهذا المفهوم هو مفهوم ما لا يتناهى، العلماء في الحكمة الإلهية يقولون إن ما لا يتناهى على نحوين. النحو الأول، ما لا يتناهى بالفعل، يعني شيء موجود بالفعل ولا يوجد له حد معين، هذا يقال له ما لا يتناهى بالفعل. مثلا ما يتعلق بالله تعالى، علم الله، هل يمكن أن نذكر رقما معينا لعدد معلومات الله تعالى؟ لا يمكن، معلومات الله غير متناهية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآن ما هو معنى الكلمات في هذه الآية؟ هذا بحث آخر، ولكن لو أن البحر ومن بعده ملايين البحور كل هذه تحولت إلى مداد، هل يمكن أن تستوعب معلومات الله تعالى؟ لا، علم الله لا يقف عند حد معين، قدرة الله
لا تقف عند حد معين. الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى لا تقف عند حد معين. هذا هو الذي يقال له ما لا يتناهى بالفعل. الآن مو كلامنا في هذا النحو، هذا يتعلق بعلم العقائد، ويذكر هناك، ولكن كلامنا في النحو الثاني، وهو ما لا يتناهى بالقوة الموجود بالفعل من هذا النوع متناهي، ولكن الباب لا يغلق. ما لا يتناهى بالقوة، هذا هو النوع الثاني. من الأشياء التي لا تتناهى بالقوة درجات التكامل، تكاملنا نحن، التكامل البشري ما إلى حد معين. يعني نحن علمنا معلومة ومعلومة ثانية، الله تعالى أعطانا نحن البشر قدرة هائلة حقيقة. كل واحد منا احنا حاكم على ما لا يمكن ان يتخيله. اذا حاكم الدولة الفلانية حاكم على مليون واحد، احنا كل واحد منا حاكم على مو ملايين ولا عشرات الملايين ولا مئات الملايين ولا مليارات، أكثر مما نتخيل. ولكن المشكلة مشكلة القناعة، إحنا كل واحد منا يتخيل أنه انتهى حده عند هذا المقدار. هذه القناعة هي التي تجمد الفعل. أحد العلماء كان يذكر في تقرير، أحد العلماء علماء الطبيعة كان يذكر هذا الذهن الذي عندنا نحن البشر، الفرد العادي، الصور التي ترد إلى هذا الذهن، المعلومات اللي تجي في أذهاننا من يوم ولادتنا إلى يوم وفاتنا. كم كتاب تكون؟ إذا أردنا المعدل لكل واحد من البشر، الصور العلمية التي تأتي إلى ذهنه كما يقول هذا العالم بعد تحقيق علمي دقيق، يقول حوالي 90 مليون مجلة كل واحد منا. هذه الصور التي ترد إلى أذهاننا. وإحنا في تقرير آخر يقول الأفراد العاديين لا يستفيدون من قدراتهم الذهنية إلا بمقدار 1%. هذه القدرة الكبيرة اللي الله تعالى أعطانا نحن البشر، كل واحد منا يتمكن أن يكون عالما كبيرا. لا تقولون إحنا شيبنا، إحنا بلغنا 40، فاتنا القطار. لا، أكو أحد علمائنا، هذا عالم معروف يقال له صاحب الرياض، هذا الرجل
كان كما ينقل في أحواله بائعا للأكفان أو كاتبا على الأكفان، كان يأخذ أكفان يبيعها أو أكفان يكتب عليها ويبيعها. جاء إلى أحد العلماء الكبار وخطب بنته. العالم قال أنا أعطيك بنتي بشرط أن تبلغ إلى مرحلة المعالم. هذا راح وبدأ بالبحث والتحصيل إلى أن بلغ مرحلة المعالم، كتاب في علم الأصول. أجى إلى العالم قال امتحني، امتحنه فأعطاه بنته. لكن هذا حب العلم دخل في قلبه وتاب وتحول إلى واحد من كبار العلماء، وكتاب الرياض من أدق الكتب الفقهية. وكان إلى فترة قريبة يدرس في الحوزات العلمية كتاب الرياض، وما كتبه في مباحث الجغرافيا والهيئة والفلك في مباحث القبلة يقال من أجمل ما كتب في هذه المباحث. هذا الرجل اللي كان إلى بعد الثلاثين بائع أكفان أو كاتب أكفان، واحد لا يقول أنه انتهى من تمكن. هذه القناعة هي التي تحطم قدراتنا. ممكن بالتوكل على الله، بالاستمداد من الله ممكن. إحنا في الحقيقة ينبغي أن نبني على ثلاثة أشياء، وإن شاء الله إذا دخلنا فيها بهذه القناعة إن شاء الله نتمكن منها. أنه هذا مو حدنا، هذا الوضع القائم هذا مو حدنا، لا أكو مجال. الشيء الأول التفقه في الدين، علم العقائد علم مهم جدا، ومع الأسف هذا مهمل عندنا. علم العقائد، واحد يأخذ كتاب في العقائد يطالعه يتباحثه كما يفعله الطلبة، يعني اثنين يتباحثون كتاب العقائد. الوالد رحمة الله عليه عنده كتاب العقائد، هذا من أواخر ما كتبه، يتناول أحوال المبدأ والمعاد والآخرة. أنا شفت بعض الإخوة في الكويت كانوا يتباحثون هذا الكتاب وهم من الموظفين. أكو كتاب إحنا كنا نتباحث قديما، كتاب حق اليقين الشبر رحمة الله عليه، كتاب حلو يتناول المبدأ النبوة الإمامة المعاد، ما ينبغي أن نعرف عن العالم الآخر. إحنا عندما نروح إلى مكان يجب أن نعرف شنو أكو في ذلك المكان، بعد الموت شنو أكو، ماذا نحتاج بعد الموت. هذا الكتاب موجود، أخذوا كتاب حق اليقين للشبة اتباحثوا مباحث أو طالع. حقيقة هذه الأشياء تغير في روحية الأفراد، الفرد يتغير. الأحكام الشرعية واحد يتباحث. واحد من الأفراد كان يقول أنا في عمري قمت بمعاملة واحدة فقط، كان عندي قند عوضته بالشكر، أو شكر كان عندي عوضته بالقند، ثم تبين أن هذه المعاملة كانت معاملة ربوية. الله تعالى يقول فأذنوا بحرب من الله، يعني هذا كان محارب لله وهو لا يعلم. أكو في الحديث التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. التاجر فاجر، هذه المعاملات اللي تجري البيع والشراء والرهن والإجارة وما يعمل في أسواق الذهب كثير منها مخلوط بالحرام لأنه لا يعلم.
وعدم العلم هذا مو عذر عند الله تعالى. يقال للفرد لما لم تعمل؟ فإن قال لم أعلم، قال الله تعالى له أو الملائكة هل لا تعلمت؟ فلله الحجة البالغة. لعل هذه الرواية واردة في ذيل هذه الآية الكريمة. واحد يتفقه في الدين، في المعارف، في الأحكام، في التفسير، في الروايات. حقيقة الروايات تخلق حالة من النورانية الباطنية. واحد يحفظ كم رواية، يحفظ كم آية، القرآن يكون مختلط بقلب المؤمن، بمخه، بعظامه، بفكره، حقيقة يعطي نورانية. الجد رحمة الله على المؤمنين جميعا في يوم من الأيام كان يأتي من النجف إلى كربلاء أو من كربلاء إلى النجف، السيارة تعطب في الطريق، فأخذ يتمشى وأخذ يقرأ آيات من القرآن الكريم، لأن كان حافظ للقرآن، وكل يوم كان يقرأ جزء واحد من القرآن كل يوم بعد صلاة الصبح. إحنا جزء واحد كثير علينا، حتى 10 آيات واحد يقرأ كل يوم واي مهم. واحد يوم من الأيام يقرأ دعاء الصباح لأمير المؤمنين، حقيقة شلون يغير في روحية الفرد. واي أدعية قوية إحنا عندنا، الآخرين ما عندهم هالشكل. اسمعوا أدعيتهم من الراديوات. أحد الإخوة في الكويت نقل لي أنه أنا كنت أخذ دعاء الكميل ودعاء عرفة، حقيقة دعاء عرفة من أقوى الأدعية، جدا دعاء قوي، دعاء سيد الشهداء في عرفة صلوات الله عليه. يقول كنت أخذ هذه الأدعية وأوديها للخارج، لأن هو كان كأنه يتاجر كذا. قال بعض الأفراد تشيعوا على أثر سماع بعض هذه الأدعية وما فيها من القوة. دعاء كميل، دعاء الصباح، دعاء عرفة، هذه الأدعية، دعاء يا من تحل به عقد المكاره، من الأدعية القوية والمهمة. فالجد كان حافظ، فأخذ يتمشى ويقرأ القرآن. بعدين سئل كم قرأت من القرآن خلال هذه الفترة؟ طالت المدة، قال قرأت 8 أجزاء من القرآن وهو يتمشى في الصحراء. واحد يهتم بهذه الأشياء، بالعقائد، بالتفسير، بالأحكام، بالفقه، هذه تؤثر في سعادة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. أكو خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مذكورة في نهج البلاغة، خطبة عجيبة في العالم الآخر وما بعد الموت وماذا يجري بعد الموت. ابن أبي الحديد يقول إنني إلى الآن قرأت هذه الخطبة 1000 مرة وما أشبع منها. فد مضامين عجيبة أكو في هذه الخطبة. هذا كمجموع يقال له التفقه في الدين. ودرجات الأفراد عند الله تعالى تتفاوت بمقدار تفقههم في الدين. هذا من العوامل المهمة. المعرفة جدا مهمة. سلمان درجته أعلى من أبي ذر لأنه معرفته كانت أعلى. هذا من العوامل المهمة. هذا الشيء الأول اللي نبني عليه بإذن الله تعالى. الشيء الثاني اللي مهم جدا وممكن، واحد لا يقول مو ممكن، ممكن، الأخلاق. الأخلاق جدا مهم.
يكفي في أهمية الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وآله يعلل بعثته بذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق في البيت، الأخلاق مع المجتمع، أخلاق التعامل. أنتم كثير منكم تتعاملون مع المجتمع، شلون واحد يتعامل مع المجتمع؟ هذه قضية جدا مهمة. الشيخ الوحيد المرجع حفظه الله نقل لي هذه القضية، كان يقول: أنا كنت قاعد السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، ذاك المرجع الكبير المهم، وهو كان يقول: أنا أعتقد أن سيد عبد الهادي والمرزا مهدي رحمة الله عليهما ما ظهر للناس منهما أقل من واقعهما، واقعهم هو كان أكثر من ذلك، الشيء اللي ظهر قليل كان بالنسبة إلى مقامهم الواقعي. السيد عبد الهادي كان في أخريات أيام حياته ابتلي بفقدان البصر، يقول: أنا كنت قاعد يمه، الشيخ الوحيد يقول، فشفت أنه هالشكل مخلي إيده على الأرض وهكذا يصنع مدة، هنا يخلي إيده، هناك يخلي إيده، هناك، يقول بعد مدة ولا يقول شيئا. بعد فترة اجى في ذهني أنه ربما يبحث عن شيء، ففكرت أنه ربما يبحث عن الكبريت، فأخذت، كان كبريت هناك، أخذته وأعطيته، تبين أنه كان يبحث عن كبريت، ولكن لم يكن يحب أن يكلف أحدا بذلك. هذه من علامات أهل الجنة، يعني في تلك الرواية: الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يضمن لهم الجنة، قال: أضمن لكم بشروط، من الشروط أن لا تكلفوا أحدا شيئا. واحد في البيت ليكلف أولاده بأي شيء، ليكلف زوجته بأي شيء، نتمكن عمل مشكل ولكن ممكن حقيقة. واحد إذا يبني من هذه اللحظة أن لا يكلف أحدا شيئا، يقول: عندما أعطيته الكبريت قال لي: عون الضعيف صدقه، يعني أنا ضعيف باعتبار أنه ما أرى، فهذه صدقة منك علي. هذا تواضعه. الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه قائد ثورة العشرين ينقل أنه كان في مكان في مسجد السهلة، ثم خرجوا في إبان مرجعيته، بعد فترة وإذا به يعود، قالوا له: أي شيء تريد؟ قال، ما قال لهم شيء، رفض أن يقول، فرجع، تبين أنه نسي قلمه أو شيء آخر، ما أراد أن يكلف أحدا شيئا. يمكن أن نكون كذلك؟ ممكن، يحتاج إلى قرار في هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، ألا يتخاشن الفرد ولا يحتد مع أي أحد. ذلك الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وجذبه من حاشية ردائه حتى بان الإحمرار في رقبة النبي صلى الله عليه وآله، وقال له: احمل لي من هذا المال
فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، هذا مو فلوسك ولا فلوس أبوك، اعطيني من هذا المال. قال له النبي صلى الله عليه وآله: صدقت، إنه ليس مالي ولا مال أبي. احملوا له مضمون الرواية هكذا. إحنا إذا واقعا نبني ويا أولادنا ويا زوجتنا ويا المتعاملين الذين نتعامل معهم، ذلك الرجل شتم الإمام السجاد صلوات الله عليه وقال للإمام: إن قلت واحدة قلت عشرا. قال الإمام: إن قلت عشرا لم أقل واحد. هذا المنطق، هذا منطق الأخلاق. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة ونختصر فيها: الخدمة. بالنتيجة في يوم من الأيام كلنا نذهب. الوالد رحمة الله عليه عندما كانوا يجيبوا له صورة، مثلا فاتحة وأكو صورة، كان يقول في يوم من الأيام صورتي خلوها هنا، كان يقول للأخوة في يوم من الأيام صورتنا إحنا يخلوها، إذا خلوها طبعا كلنا ننتهي. هناك واحد يتندم ليش ما خدم. إحنا في الواقع نتمكن أن نخدم أكبر خدمة كل واحد منا. هذه القضية نقلها العام حفظه الله. كان يقول: أكو رجل هنا في قوم، ما أعلم الآن في قوم أو لا، هذا أي منطقة كان يذهب، كان يشوف أن هذه المنطقة تحتاج إلى مسجد أو لا، فإذا تحتاج يدون المعلومات في ورقة. هو ما عنده من متاع الدنيا شيء، لكن شنو عنده؟ عنده همة. بعدين يروح إلى فاتحة، منو قاعد يمه؟ يطلع الورقة مثلا، يقول له: تعلم أن المنطقة الفلانية مثلا دليجان تحتاج إلى مسجد، هاي المعلومات حول هذا المسجد، حاضر تشارك؟ ويحتاج إلى شجاع هذا العمل. من 100 يمكن واحد يقول نعم، ذخيرة للآخرة. إذا ذهب إلى حفلة، أي واحد قاعد يمه يفاتحة بالموضوع. إذا ركب في الطائرة، أي واحد يمه يفاتحة بالموضوع. العام كان يقول: هذا إلى الآن بنى 80 مسجداً، مو بماله وإنما بهمته. إحنا بنتمكن، كل واحد في خط في بعد. هذه الثلاثة إن شاء الله: التفقه في الدين، الأخلاق الرفيعة، أخلاق أولياء الله، أخلاق مالك الأشتر اللي يرميه بالفاكهة أو كذا فيذهب إلى المسجد ويستغفر له. إذا واحد ظلمنا، مو ظلمنا في ديننا، الظلم في الدين ذاك بحث آخر، لا، ظلمنا في دنيانا، نستغفر له. أحد الإخوة نقل لي أنه كان واحد ضد الوالد كثيرا، كان يتكلم عليه وينشر عليه الشائعات في كربلاء جدا. يقول: يوم من الأيام تمرض في المستشفى، فأنا ذهبت إليه مع السيد علي الفالي رحمة الله عليه. يقول: رحنا عنده شفنا وضعه مو جيد. قال: في الواقع أنا تكلمت ضد السيد الشيرازي كثيرا، خربت ضده، وأنا الآن نادم، أنا ظلمت هذا السيد. إذا أنتم ترحون وتطلبون منه أن يعفو عني. المهم يقول: أنا ويا سيد علي الفالي رحنا بعد الصلاة،
فقلنا له أن هذا الرجل في المستشفى مريض، حالته مو زينة، وهو يقول أنني ظلمتك، اعفو عني. فيقول السيد جرت دموعه على خده وقال: اللهم اغفر له. هذا هو كلمة واحدة. احنا فد شيء مخ، ويقول مات في ذاك اليوم، هو هذا الرجل المريض مات في نفس اليوم بكلمة واحدة. واحد أساء إلينا إساءة مختصرة، هاي الإساءة تبقى في ذهننا إلى 50 سنة. على قول رجل كان يقول، واحد قال لي كلمة نابية بعد ما أدري 20 عام 30 عام، عندما مات قالوا لي فلان واحد مات، أول ما إجا في ذهني تلك الكلمة، هذا هو الذي قال لي هذه الكلمة. هذه نفسيات ضيقة. واحد يتمكن يوسع من نفسيته. واحد ظلمنا في دنيانا، اللهم اغفر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إحنا نحب أن الله تعالى يعفو عنا، إحنا بنعفو عن الآخرين. في حديث لعله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، جدا حديث لطيف، من ساء خلقه عذب منه نفسه. الإنسان اللي أخلاقه سيئة أول من يحترق بهذه الأخلاق منه هو يحترق. كان واحد عندنا رجل طاعن في العمر، كبير عمره حوالي 100 عام، كان رايح إلى ألمانيا، طبيب كان شايفه، كان قايل له: أنت شنو تأكل؟ أنت قلبك قلب شاب في 20 أو في 30، شنو تعمل؟ شنو تأكل؟ شنو برنامجك في النوم وكذا؟ قال: في الواقع أنا حياتي طبيعية، أنا لا أحقد على أحد ولا أحسد من أحد. إذا واحد أكل أموالي لا أحمل في قلبي حقدا عليه، إذا واحد شتمني لا أهتم بذلك، بالدنيا ما أهتم، حصلت على مال ما أفرح كثيرا، راح مني مال ما أحزن كثيرا. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الطبيب الألماني قايل هاي الأشياء أشياء ثانية مو موجودة في منهجنا. إحنا اللي في منهجنا أكل وشرب ونوم وكيف تنام، أما هذا شيء ثاني. يعني واحد إذا كانت أخلاقه طيبة أول منتفع هو في دنيا وفي آخرته، له ذلك المقام الرفيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.